السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، شاكرا لله ثم شاكرا للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وشاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سائل يسأل يقول: صلاة المرأة مع زوجها تكون خلفه أم بجواره؟ تكون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأنس بجواره والعجوز خلفهم. ما حكم علاج اليهود وخصوصا الجنود إذا كان العلاج يعينهم على قتل المسلمين فاترك علاجهم، أما إذا كانوا مسالمين كما قال تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم فلا بأس آنذاك. أما الجنود المحاربون لأهل الإسلام فلا تعنهم أبدا على المسلمين، ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكونن ظهيرا للمجرمين. نصيحة: حديث من ترك ثلاث جمعات تهونا طبع الله على قلبه ثابت، أما لفظة كتب من المنافقين فليست في الحديث. حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة للنساء: لا بأس ما لم تتبرج بها لرجال أجانب وما لم تدلس بها على خاطب من الخطاب. ما رأيك في بدعة التعصب المذهبي لمحمد ابن عيد عباسي؟ قرأته منذ زمن طويل وأحسبه كتابا نافعا. وفقك الله يا أخ محمود وحفظك الله. حكم تركيب التكييف للبنوك الربوية: العمل جائز لأن البنوك متعددة الأغراض، وتركيب التكييف لا بأس به بذلك، ليس إقرارا للربا أبدا، نعوذ بالله من الربا. أعطتني أمي مالا قبل عيد ميلادي بثلاثة أيام وقالت لي: أعطيت أخاك فيجب أن أعطيك مثله، هل أستعمل المال أم أتصدق به؟ استعمل المال. صحة حديث سقي الماء: إذا كنت تقصد أفضل الصدقات سقي الماء فيحتاج إلى مراجعة. بارك الله فيك. ما حكم التبرع بالأعضاء إذا كان لا يضر بالمتبرع؟ بشهادة الأطباء الثقات فلا بأس. امرأة ينزل عليها ماء بني أثناء النفاس، هل عليها صلاة؟ تنتظر حتى تنقطع الدماء. هل يوجد زكاة على ذهب الزينة؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. داليا: لا يستطيع رؤية والدته التي تعيش مع أخيه بسبب خلافه مع أخيه، وإن ذهب لرؤيتها قد يحدث شجار بينهما. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويمكنك أن تدخل وسطاء من أهل الصلاح والعقل لعلاج هذه المشكلة. انقطع دم الحيض من الظهر حتى بعد العشاء مع العلم أن مدة الحيض لم تنتهي، استمري على الامتناع من الصلاة حتى تطهري وترين القصة البيضاء. ما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق؟ الزوجة التي تطلب الطلاق يعني عملها مكروه إذا لم يكن هناك سبب، يكره طلبها للطلاق إذا لم يكن هناك سبب يستدعي ذلك. وحفظك الله يا الموسوم بصبرا. مكتب يبيع بطاقات الشحن والذي يشتريها لغرض التقسيط، هل على صاحب المحل شيء؟ شخص محل يبيع بطاقات الشحن ليس عليه شيء، العبرة بمن اشتراها ولماذا اشتراها، هل اشتراها ليرابي بها، لماذا اشتراها هذا
يسأل عنه المشتري، أما أنت يا بائع ليس عليك شيء. يقول: شتم أبا بكر مستهزئا برسول الله، ووجدت ملحدا يسب أحد العماء فسببت بألفاظ نبي فاحشة، هل أنا آثم؟ إن كنت تدافع عن أهل الإيمان جزاك الله خيرا، ولكن أيضا إلزم الحدود الشرعية في الدفاع. شاب في 13 من عمره أخذ مالا من محل أقاربه دون علمهم ولا يذكر قدر المال، وهو الآن في 20، ماذا يفعل؟ وهل يخبرهم؟ إن أمكنه أن يستر على نفسه وأن يرد المبالغ بزيادة بطريقة فيها ستر على نفسه فعل. وحفظك الله يا مصطفى بن رسلان. حكم التلفاز، هل له حكم التصوير الفوتوغرافية؟ لا. كنت في عسرة وأخذت مال أرباح من دفتر التوفير، هل يجوز التخلص منها على أقساط؟ نعم، وبادر بذلك. أسرع. ما رأيك في تجاهل الدولة لحالات القتل التي تحدث لمصر للمصريين في السعودية؟ قولوا إن الدماء لها أولياء ينبغي أن يطالبوا بها، وحق لهم أن يطالبوا بها، فقد قال تعالى: فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وعلى الحكومات أن تعين المظلومين على أخذ مظالمهم، وأن تقف أمام الظالم حتى يرد المظلمة. صاحب المحل يبيعها ويشتريها بنفس الوقت، لكن بكيف صاحب البضاعة؟ إذا كان يبيعها ويشتريها منه فهاتان هذه بيعتان في بيعة ولا تجوز. لا، هذه من حيل الربا. كيف تكون التوبة من الكبائر؟ بالأعمال الصالحة الكبيرة التي توازي هذه الكبائر، فتكون في ميزان الحسنات وتطيش بهذه الكبيرة. ما حكم النوم في العمل ونظام العمل 18 ساعة شغل في المشفى؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن تنام وتعطي البدن حقه أولى من أن تجري عملية جراحية تودي فيها بنفس مسلمة. حكم النوم عن صلاة الفجر المتعمد فيه شعبة من نفاق. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. هل يوجد حد للربح على السلعة؟ ليس هناك تنصيص من رسول الله بذلك، ولكن لا يكن الغبن فاحشا، ولا يكن ثم غش ولا تدليس. ما حكم من يحلل الغناء بحجة أنه ليس هناك تحريم قطعي؟ أنت تقصد الغناء أم الموسيقى يا فهد؟ إذا كنت تقصد الغناء فلا بد في الغناء من التفصيل. إذا كنت تقصد الموسيقى فالموسيقى محرمة للخبر، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. ما معنى حديث هل كان معكم من اللهو؟ اللهو الأغاني، بارك الله فيك، التي تغني بها المرأة للعروس. ما حكم أن يصرح الخاطب لمخطوبته بالحب وما شابه ذلك؟ المخطوبة، الحمد لله، المخطوبة ما زالت امرأة أجنبية، وتجاوز الحد معها لا يجوز. هل الأرض والسيارة المعروضة للبيع عليها زكاة؟ وإذا ظل العرض سنتين أو أكثر ماذا يفعل؟ إذا كنت تاجر أراضي وهذه عروض تجارة عندك عليها زكاة، تقوم سنويا بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به السلعة، ويربط قدر الزكاة على ذلك. حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها كل طرقه ضعيفة. كلما تشاجر مع زوجته مد يده عليها وعجزت عن منع نفسي عن ضربها، ماذا أفعل؟ اتق الله فلك أخوات. ولماذا الشجار من الأصل؟ لماذا الشجار من الأصل؟ أعلم أنك رجل وهي امرأة، بارك الله فيك، وضربها لا يجوز إلا عند النشوز والعجز عن التقويم بالهجران في المضجع أو بالنصح. والله يقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل العلم الشرعي فقط وداخل أصالة في ذلك؟ ويلتحق به كل علم يقرب من الله،
هناك مشايخ في المغرب لماذا لا تزورون؟ ما وجهت إلي دعوة لزيارة المغرب من هيئة رسمية أو غير رسمية حتى، ما وجهت. ما حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام؟ أجبنا على هذا مرارا بما حاصله أن جوزة الطيب لا أراها تسكر عليه فهي حلال. مات والدي وترك لنا بيتا وأخي فيه مع العلم أن له بيت آخر وحرمنا من الميراث، يأثم بهذا الصنيع. بكاء الطفل وهو نائم، طفلي يبكي وهو نائم، تفقد أحواله وأعرضه على طبيب إن عجزت عن إسكاته. أحمد غيثي بسبب ناديها المستمر، قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بلال بن عبد اللطيف: حديث في النساء المتبرجات العنهن فإنهن ملعونات، بهذا اللفظ لا يصح. ما أول علامات الساعة الكبرى؟ ليس هناك نص يبين ما هي أولى تلك العلامات. حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا في الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون كلهم ويقال هذا إمام. هل يجب على المرأة قراءة القرآن بصوت عال في الصلاة الجارية داخل المنزل؟ لا يجب. حكم الحديث الذي ورد أن نبيا حرق نملا، الحديث في الصحيح. ما رأيك في كتاب الحيوان للجاحظ؟ كتاب يعني كتاب حاطب ليل، يعني ليس بالكتاب الذي يحوي نصوصا من كتاب وسنة. نصف التشهد الأخير واجب أم سنة؟ في الصلاة في التشهد الأوسط لا يفعل، وفي الأخير أختار أنه سنة مع أن الأكثرين على وجوبه. يقول: ما يحدث في بعض الدول وما قاله رئيسها من مساواة الرجل بالمرأة، هذا ضلال مبين، وإن جحد آية من كتاب الله فالذي يجحد آية من كتاب الله يكفر. والله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، الحديث صحيح. هل هناك أحد قال بجواز التلفظ بالنية في الصلاة؟ نعم، قالت بذلك فرقة من الشافعية أو الشافعية الأكثرون. هل توجد صلة بين قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وحديث النبي: إن أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة؟ لا، يعني ما هناك صلة إلا في الرقم واتحاد الرقم فقط. هل تفرد البخاري رحمه الله تعالى بأحاديث صحيحة؟ تقصد تفرد عن من؟ إذا كنت تقصد تفرد عن مسلم فنعم، أما حصرها فلا أحصرها الآن. حكم من يتقدم لخطبة امرأة مطلقة لم يمض من عدتها غير شهر. إذا كان الطلاق بائنا، أي أنه ليس للزوج الأول سبيل عليها لأنها تطليق على الإبراء، ففي ذلك وجهان، أحوطهما البعد حتى تنقضي العدة. أما إن كانت تطليقة رجعية فيحرم أن يتقدم لها أو يعرض لها ما دامت في عدتها. هل يجوز بها أدوية التأمين لكي أستنفع بالمال؟ إذا قبضتها إليك بحقها بلا تزوير فأصبحت ملكا لك، افعل فيها ما شئت. شاب خطب الجمعة وعنده 15 سنة، هل تصح خطبته؟ نعم تصح، قد صحت الصلاة التي أقوى من الخطبة من شاب من غلام عمره 8 سنوات. هل الجن يدخلون في جسم الإنسان بدليل حديث آية؟ قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الحديث: اخرج يا عدو الله من عبد الله. هل أبدأ بالباعث الحثيث أم ألفية السيوطي؟ كلاهما قد يكون شاقا عليك إذا كنت مبتدئا، فمن بالإمكان أن تبدأ بكتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، ولنا كتاب اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين.
يا الأخ عمرو يقول يريد قولا فصلا في مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، كيف القول الفصل عندك كتاب الله الفصل ليس بالهزل؟ قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأي شخص في تونس يقبل هذا القانون ويستحل أن يأخذ وتستحل المرأة أن تأخذ مثل الرجل بناء على قوة القانون هذا، فهي آثمة وتأكل السحت وتأكل السحت وتأكل السحت، عياذا بالله من الكفر والضلال. هل تجوز قراءة القرآن من المرأة أمام الغرباء؟ الأولى عدم ذلك إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. هل يجوز دفن الميت بجوار أخ ميت في قبر واحد؟ يجوز للضرورات. لماذا قالت الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يقول من بعد عيسى؟ ذلك والله تعالى أعلم، لأن القرآن ولأن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شابهت سيرة نبي الله موسى في أكثر أحوالها، ولذا قال ورقة: وهذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. إخراج زكاة الذهب للزينة المرة واحدة أم كل عام؟ بل كل عام. هل متابعة سيرة النبي في الأفلام الكرتونية؟ ما أدري عن هذه الأفلام التي طلعوها في سيرة رسول الله، وأنصحك بالبعد. حديث: ثلث لطعامك، ضعيف الإسناد. هل يجوز أن ما حكم بناء القبور على شكل غرف؟ الأصل أنها لا تجوز إلا إذا دعت الضرورات لذلك، إذا تقصد غرف فوق الأرض. هل يجوز أختم القرآن بتشغيل الموبايل المحمول على صوت شيخ معين وأكرر وراءه، أم السنة مسك المصحف؟ السنة تمسك المصحف وتتلو بلسانك. هل حفظ القرآن فرض كفاية؟ الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. زوجتي أفطرت رمضان بسبب الحمل وهي تأخذ علاج غدة درقية والطبيب نهى عن الصيام، فكيف تكفر؟ إذا كانت ستشفى ولو بعد حين تعيد تلك الأيام، لقول الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإن كان لا يرجى البرء فلا أعلم دليلا يوجب شيئا عليها، إلا أن أنس بن مالك لما كبر كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هل كلام الجن على لسان الممسوس حقيقي؟ قال النبي: أخرج يا عدو الله من عبد الله. اتفق ابن على كتابة منزل باسم أبيه لضرورة على أن يرده له، وبعد ذلك رفض الأب والإخوة يعرفون ذلك لكنهم يطمعون فيه كإرث حرام وغدر. الله يصلحنا وياك يا أبا أنس الغزالي، عفوا. حديث الإخاء بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، قال: تخير إحدى زوجتي، هذا مقبول شرعا ويتفق مع تكريم الإنسان؟ وقال: أنزل لك أنا سأطلقها، وهي لن تجبر أيضا، لن تجبر على أن تتزوج أحد إذا طلقت، فإذا طلقت هي ستملك أمر نفسها. لأن الإيثار، حكم تسمية المولودة باسم مكة جائز وإن كان الأفضل غير ذلك. هل إذا كان الشخص دائما تأخر عن مواعيد الدنيا يعد من النفاق أو عدم الوفاء بالعهود؟ إذا تعمد ذلك، أما إذا غلب على أمره فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بمعنى شخص قال للآخر: سأتيك الساعة 8:00، ولم يأتي، شغله شاغل أو المواصلات عطلته أو جاءته ظروف اضطرته لما هو أعظم من الموعد، فمحل التنزل تنزيل النفاق عليه أن يكون متعمدا، يعني يعد وفي نيته عدم الوفاء. جاء
شخص يقوم بالافتراء عليه بغرض الوقيعة، هذا حرام وبهتان. هل يجوز صبغ شعر المرأة بما يسمى الميش؟ عذرا ما أعرف الميش. حكم هل ثبت حديث إن حافظ القرآن يلبس والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا ويكسى بتاج الوقار؟ الإسناد في بعض المقال حسنه بعض العلماء لكونه في فضائل الأعمال، لكنه في ضعف. يقول أريد أن أتبع سنتك، استغفر الله، تبع سنة محمد بن عبد الله، والرسول أرشد إلى مرة في الشهر. لما طلب ابن عمرو الزيادة قال اقرأه في الشهر مرتين. يقول الله يسامحك، أفتيت بقتل الكلاب فكرم الناس بقتل الكلاب والقطط. أنا الكلام لم يكن مطلقا هكذا، بارك الله فيك، إنما كلب عقور مؤذي، ماذا نصنع به؟ العدو الصائل يتجنب شره حفظك الله. هل يجوز أن أجعل ابني يصلي بي لتشجيعي على الصلاة؟ إذا كان يتقن الصلاة فلا بأس، أما إذا كنت أنت الرجل فأم أنت الولد، يعني تقدم لإمامتها. أما إذا كانت السائلة امرأة في اسم رجل فلا بأس أن تصنع ذلك إذا كان الولد يتقن الصلوات. هل سورة الواقعة قراءتها كل ليلة تزيد الرزق؟ الخبر بذلك ضعيف جدا. بارك الله فيك يا حسام، شكرا يا حسام. أهلي اشتروا لي شاشة تلفزيون في جهازي، هل لو سمعنا عليها أفلام يأثمون لذلك؟ إذا كانت رغبتهم في أن تستعملها أنت في الخير واستعملتها في الشر تأثم ولا شيء عليهم. حديث من أحب دنياه أضر بآخرته لا يصح. الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الغربية، كلها سواء ومردها واحد. قراءة ختمة للقرآن للميت لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. جلسة الاستراحة فيها وجهان للعلماء والرأيان قويان. هل يشترط في الاستثناء في اليمين، أقول إن شاء الله، الاتصال لفظا وحكما أم لا يشترط؟ يعني إذا قال الشخص أقسم بالله العظيم ألا أسافر غدا إن شاء الله وسافر لا كفارة عليه، لأن هذا استثناء. وفي الأثر من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، ولكن يلزم أن يكون الاستثناء لاحقا باليمين إن شاء الله، لكن لا تأتي بعد خمس دقائق وتقول إن شاء الله. ما صحة حديث حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه؟ الآن أختار أن هذا الحديث لا يقوى، وإن كنت من قبل لي رأي فيه، لكن وبعد التدقيق في الرجال ليسوا من لكونهم ضعفاء قولا واحدا، ولكن الرواة لا يتحملون مثل هذا المتن، وإن شاء الله لنا تفصيل فيه بعد ذلك. وحافظوا على قراءة سورة الملك كل يوم مع علمي بعدم فعل النبي، هذا بدعة؟ ليس ببدعة، لكن الأفضل عدمه والتنويع. لماذا سورة الملك بالذات والحديث ضعيف؟ هل سيدنا موسى رأى رب العزة حين طلب رؤيته؟ لا ما رأاه أبدا، بل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. لم يره. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قل أحرم وقال إن حبسني حابس، ولبس المخيط ولم يكمل النسك، وتحلل ثم عاد وأحرم وقال إن حبسني حابس،
لبس المخيط وأتم النسك. يعني ما كيف إذا كان متعمدا للعبث لا يجوز طبعا هذا، لكن وتحلل وأعاد وأحرم وأتم النسك لا شيء عليه الآن. عفوا سأثبت أعد السؤال مرة ثانية عبد الرحمن، لأن فيه بعض الخلل شوي. الذي لبس المخيط، لبس المخيط، هذا السؤال سئل من قبل، هو هل واشترط وبعدها لبس المخيط. إن كان لبس المخيط كعلامة تحلل من الإحرام فيختلف عما إذا كان لبس المخيط بدون عذر، فأعد السؤال فيكون عليه حينئذ دم. هل شراء أشياء جديدة للبيت للتجديد وتغيير الديكور من باب التغيير هل هذا من الإسراف؟ تابع حالتك يا أخت هالة، إذا كنت من أصحاب الفلوس الكثير الملايين الله يبارك، لا بأس أن تغيري وتتصدقي بالقديم. يعني تريدين مثلا غرفة نوم ماذا إبراهيم بن عوض الله ما الذي عندك؟ ما أنا فاهم، غرفة نوم تبدليها جديد بقديم، لا بأس أن تبدلي الجديد بالقديم وتتصدقي بالقديم الله يخلف عليك. لكن إذا كنت ضعيفة ماديا فلا، فيكون من التبذير، ومسألة الإسراف نسبية. ما سؤالك يا إبراهيم بن عوض حفظك الله؟ الاحتفال بالمولد النبوي أجبنا عليه 20 مرة أنه لم يفعله النبي ولا أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط، لا تبيعها لنفس الذي اشتريتها منه. يقول دليل صحيح لجلسة الاستراحة حديث مالك بن الحويرث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، وكان مما نقله في صفة صلاة النبي أن النبي كان إذا نهض للركعة الثانية وللركعة الرابعة جلس جلسة خفيفة هي جلسة الاستراحة، وهذا دليل مشروعيتها عند الذين قالوا بها. أما الذين قالوا بعدمها قالوا إن النبي فعل ذلك لما تقدم به السن، فكان لا يستطيع أن يقوم مرة واحدة، إنما يحتاج إلى أن يستريح ثم يقوم. ما حكم التأخر في إيفاء النذر مع القدرة على إيفائه؟ من نكث فإنما ينكث على نفسه، والله يقول فاستبقوا الخيرات، وهذا دين عليك لله يجب أن تبادر بسداده ما دمت مستطيعا. أغني المدح في النبي، أغاني المدح في النبي تجوز أو لا تجوز؟ إذا لم تكن تحمل أشياء مخالفة للشريعة تجوز. كيف أصلي الجنازة إذا أتيت في التكبيرة الثالثة؟ تصلي معهم بالدعاء وبعد تقضي ما فاتك. هل الإنس والجن يتزوجون؟ الإنس والجن يتزوج، الإنس يعني عفوا الإنس يعني عفريت يتزوج امرأة من الإنس، لا يصح هذا ولا يجوز هذا، لأن الله قال هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، لم يقل من العفاريت أزواجا ولم يقل من الجن أزواجا. وأنت ماذا ستناسب إبليس ولا إيه بالضبط السائل الله يسامحك؟ هل يجوز أن أرى إحدى اللوحات القديمة التي تحتوي على الأشخاص وقد توقفت عن الرسم؟ اطلع مثلا بس يعني إذا لم يكن فيها فائدة أعرض عنها إذا لم يكن فيها فائدة. هل أفضل أتبرع في بناء مسجد أم أجيب جوائز وأعطيها لأحد يوزعها على الأطفال المصلين في المسجد للتشجيع؟ جزء هنا في وجزء هنا، جزء في هذا الباب وجزء في هذا الباب. ما معنى الوصية لوارث؟ يعني إن كان أحد الأولاد سيرث أو أي واحد من الورثة، أبوك لا توصي له، أمك لا توصي له بعد الوفاء بشيء من التركة، لأن ربنا قسم التركة والنبي قال لا وصية لوارث، فالذين يرثون لهم نصيب في الميراث لا توصي لهم في الدنيا أعطيهم. عمرو الشربيني، هل الوضوء بنية قراءة القرآن تجوز الصلاة به؟ نعم تجوز. تمام أبو، ما الوقت المناسب للاتصال؟ ارسل رسالة وإن شاء الله أطلبك. أبو عبد الرحمن القاضي،
تكلم عن حكم إلغاء السنة النبوية، ما يستطيع أحد يا أبا عبد الرحمن أن يلغي السنة النبوية. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ومن يشاقق الله والرسول، النصوص نصوص الوعيد شديدة في من يشاقق الله ورسوله. اطمئن، سنة الرسول باقية، سنة الرسول باقية، لا يستطيع ملك ولا رئيس ولا وزير ولا أمير ولا أي شخص أن يبطل سنة رسول الله. وليدرك هؤلاء المسؤولون أن سنة الرسول هي التي تمنع الناس من الخروج عليهم إلا إذا كانوا كفارا. فالنبي يقول إلا أن ونهى أن ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، ولا لحمل الناس أسلحتهم وخرجوا على هؤلاء. فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ضابطة للدين وضابطة للخلق، لأهل الإسلام الذين يحبون ربهم ويحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم. أنوه على أن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة للقرآن، والذي يطعن فيها يطعن في القرآن ولا يمتثل القرآن للآتي ذكره. أولا، قد قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكن أحدهم وهو متكئ على أريكته أن يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. إن هؤلاء الذين يقولون بترك السنة سيستحلون أكل الكلاب وأكل القطط، وسيستحلون أكل الحمير، فلم تحرم هذه الأشياء بالكتاب العزيز، إنما حرمت بسنة رسول الله. إن هؤلاء الذين يتركون العمل بالسنة سيعبثون بالدين كيف شاءوا، فكيف سيصلون والقرآن ليس فيه أن الظهر أربع ركعات، وكيف يزكون والقرآن ليس فيه حلول الحول على الزكاة على المال حتى يزكى، وليس فيه القدر الذي يزكى من المال. هؤلاء كيف سيحجون والحج إنما بين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحج بين بالسنة، ليس في الحج رمي للجمرات، ليس في الحج أننا نطوف سبعة أشواط، ليس في القرآن أننا نطوف سبعة أشواط، ليس في القرآن أننا نسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، إنما كل ذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن هذا الذي يكذب بالسنة سيخرج يلبس جيبة وبلوزة كالبنات كالنساء، ما المانع لنا من ذلك؟ مانعنا حديث الرسول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. في كل الأبواب هكذا، أذكار الصباح والمساء ليست في القرآن، فسيترك هذا العابث الذي يترك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شخصا ما لن يستطيع أن يمحو من الكتاب العزيز، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن سنة رسول الله تبين وتوضح متى يكون الكفر كفرا دون كفر، ومتى يكون الكفر مخرجا من الملة. كيف أدعو إلى الله في الجامعة مع كل هذه الفتن والاختلاط؟ لا تتكاسل عن الدعوة إلى الله يا أحمد بن رجب، وكن من أتباع رسولك وأتباع الرسول. قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عماد بن محمد بن نجيب مقيم بالسعودية ويعتمر كثيرا، وأصدقائي يريدونني أن أعتمر آخر هذا الشهر، هل الأفضل أن أتصدق أم أعتمر؟ أعتمر أما تصدق بثمن العمرة للمحتاجين في مصر؟
الأحوال تختلف ومرتباتك تختلف، الأحوال تختلف، كل فيه خير والحمد لله. جد توفي وله أولاد وله أخت وحيدة عاشت بعده، أولاد وله أخت ثم توفيت، هل يرث أبناء الأخت؟ أولاده هم الذين يرثوه، أما بنت عفوا وله أخت وحيدة عاشت بعده. الأخت ليس لها شيء، الأخت محجوبة بأولاده، يعني رجل مات وله أولاد وله أخت، أخته ليس لها شيء، محجوبة بأبنائه. يتاجر بالعقارات ومالي كله وماله كله في العقارات ووقت أزمات. المال أحيانا لا يوجد، يكون في الذمة. قلت لك يا رؤوف رقم الهاتف 0153333833 ثلاث ثلاثات. هل يجوز قراءة القرآن على الميت؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. حكم التورق من البنوك وما كفارة الوقوع فيه إن كان حراما؟ ما صورة التورق التي تذكرها؟ بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن القاضي. حكم من لزمه أصحاب العمل بحلق اللحية، إذا وجد عملا آخر انتقل، وإلا فإذا كان مضطرا فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يجوز إخراج زكاة المال في مكان غير مكان الإقامة؟ نعم يجوز، لكن الأقربون أولى، لكن من ناحية الجواز جائز. ما معنى القوامة للرجال؟ من معنيها أن المرأة تخرج بإذن، تدخل بإذن، تسمع وتطيع في المعروف. ما علامات رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد؟ إذا كنت مطيعا لله ورسوله فتلك من أحسن العلامات، أن توفق لطاعة الله وأن توفق للفقه في الدين، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كان والده في سكرات الموت وقت صلاة الجمعة وطلبت الممرضة وفي العناية المركزة الانصراف وأتركه ثم توفي إليه، هل عليه شيء؟ ليس عليك شيء، أنت أبعدت رغما عنك. لديهم مقابر غير شرعية، هل علي شيء إذا دفنت فيها؟ إذا كان أمامك أن تدفن على السنة وتركت تأثم، لكن إذا لم تكن تملك إلا ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل هذه الصيغة جائزة من الاستغفار؟ أستغفر الله العظيم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. لم يرد أن تستغفر بهذه الطريقة. هل هناك أعلى نسبة محددة للربح؟ الأمر في ذلك واسع. عبد اللطيف أبو إسماعيل، زيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، زيادة ثابتة أم لا؟ منازع فيها، منازع فيها نزاع من ناحية الأسانيد، من كان العمل قد جرى عليها. ما حكم مال بلغ النصاب على عدة سنوات متتالية ولكن الوالدة لم تسمح بسحب المال لشراء عقار أو استثمار؟ هل تجب الزكاة على الذي فات؟ نعم تجب الزكاة منذ أن بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب. رجل يؤم الناس هو كثير الخطأ، هل الصلاة جائزة؟ نعم على قدر الأخطاء يبدأ الحكم. قول صلوا في رحالكم تكون بعد حي على الصلاة أو حي على الفلاح؟ من العلماء من يقول وردت رواية بتبديل حي على الصلاة بصلوا في رحالكم، وأخرى بأنها تقال حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، وكل جائز. ما حكم من يدفع مبلغ من المال لامرأة نصرانية على أن يصبح له بعد ميراث بعد موتها؟ كيف الصورة يا عطر؟ حبك الله يا طاهر، مرحبا بك يا نسيم البحر. يقول شخص داخل في القبر ودفن جدته على جنابه، هل يجوز؟ يكره ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن
أو أراد أن يدفن ابنته قال لأصحابه هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ هل يجوز التبرع بزكاة المال لعمل عمرة للأرامل؟ لا يجوز. حكم شهادة كرة القدم عبث وله. استيقظ بعد الفجر وهو جنوب وكان في غير بيته وكان البرد شديدا يخاف على نفسه من شدة البرد وليس عنده سخان، واستحيا أن يطلب الماء الساخن من بيت المضيف وفيه امرأته أيضا، يعني وحتى لو فيه امرأته تقول أجنبت إيه المشكلة؟ يعني الظنون هذه التي يثيرها الفقهاء في أزمنتهم ليس له وجود في بلادنا. فأخذه الحياء من طلب الماء الساخن، هل له أن يتأمم؟ إذا كان الأمر قد انتهى وكان قد صلى، يعني ما الذي حدث؟ والذي حدث إذا كنت صليت والماء موجود وأنت تكاسلت وتيممت أعد الصلاة. إن كان هذا افتراضي اطلب الماء من صاحب البيت، ما فيش أي مشكلة. إذا قلت إنك أجنبت، جماعة تخلفوا عن صلاة الجمعة يجوز صلاة الظهر؟ يجوز، يجب، مش يجوز، يجب أن يصلوا. هل يجوز أن أسمي مطعم على اسم فيلم سينمائي؟ يعني كيف فيلم سينمائي؟ يعني تتشبه بالفساق يا حسام بن طاهر على آخر حياتك أو على منتصف حياتك. نريد اللقاء، بارك الله فيك، يريد اللقاء أكثر من ساعة، الله ييسر. إنه سائق شاحنة وقعت له حادثة سير فمات شخص، فحكمت علي المحكمة بالسجن 3 أشهر وسحب الرخصة مدتها 9 أشهر. هل علي صيام شهرين متتابعين؟ عليك صيام شهرين متتابعين. هل هذا الدعاء يا ولي الإسلام وأهل مسكنا بالإسلام والإيمان حتى نلقاك ليس عن رسول الله؟ حكم ما أدري، عطر الأمس حكم دفع مبلغ من المال لامرأة نصرانية، ما موضوعك؟ شخص يسأل كيف يصلي من يلبس حفاظة البامبرز ولا يستطيع خلعها غالبا، إذا عاجز ومريض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا حمادة صادق. الله يرزق زوجك رزقا حلالا يا نسيم البحر، لكن ما أدري نسيم البحر، البحر ما التكرير. حكم إعطاء الإجازة عبر الهاتف، اكتب في الورقة التي ستصدرها أعطيته الإجازة عبر الهاتف. يقول باسل السويدي أنه سمع من دكتور في التفسير يقول إن المائدة التي دعا بها عيسى لم تنزل. هذا رجل ضال ويتبع بعض أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، وفي الحقيقة مدرسة غباء ليست مدرسة عقلية، إنما إذا أدت عقولهم أو آلت عقولهم إلى شيء يقر الشرع فهي عقول نظيفة، وإذا آلت عقولهم إلى شيء باطل فهي عقول تالفة. إن فريقا من المدرسة العقلية المعاصرة، وكان يتزعم هؤلاء جمال الدين الإيراني المتأفغن الذي يقال له جمال الدين الأفغاني، وتزعمها محمد بن عبده المصري، وتبعهم محمد بن رشيد بن رضا، مع أن الأخير في ظاهره يحب السنة لكن زلت قدمه زلات عظيمة في هذا الباب. هذه الفرقة تنكر أكثرهم المعجزات، ويقولون كيف نقابل الغرب بأن الماء نبع من أصابع النبي محمد؟ كيف نقابل الغرب أن المائدة نزلت من السماء؟ فطفقوا يبطلون المعجزات، ويبطلون كثيرا من المعجزات، حتى قال بعضهم إن قوله تعالى اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى أشبه بالقصص التمثيلي، وقال بعضهم ليس هناك دليل على أن المائدة نزلت على الحواريين. فأقول لهؤلاء الحمقى الذين نفوا نزول المائدة إن الله قال إني منزلها عليكم، فماذا تقولون في قول ربكم إني منزلها عليكم؟ هل الله سبحانه وتعالى يعد ويخلف؟ اتقوا الله ولا تتبعوا هؤلاء الذين أطلقوا على نفسهم المدرسة العقلية، وكذلك هذه الفئة المارقة
التي مرقت عن سنة رسول الله ومرقت عن الكتاب العزيز، وأطلقوا على أنفسهم اسم التنويريين، فثارت فئة مارقة أيضا أطلقوا على أنفسهم التنويريون، وفي الحقيقة هم أهل الظلام، وهم العابثون في الظلام بعيدا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عن محمد بن رشيد رضا فهو أمثلهم طريقة، لكن زلت قدمه زلات شديدة في باب معجزات الأنبياء. فنقول لهؤلاء وأولئك إن أمركم سيؤول إلى أن تنكروا إخراج إبراهيم من النار آمنا وكانت بردا عليه وسلاما، ستنكروا عصا موسى التي تحولت إلى حية تسعى، ستنكروا تسخير الرياح لسليمان وإلانة الحديد لداود وإسالة عين القطر لسليمان عليه الصلاة والسلام، ستنكر هذا وذاك، وهذا سيؤول بكم إلى الكفر والضلال إن استحللتم هذا الإنكار. يقول: هل على الرجل شيء إذا ما خلعته زوجته أخذت الأبناء وأبعدتهم عن تعليم الإسلام؟ وماذا سيصنع؟ الزوجة خلعته. هل تصح العبارة المشهورة على مواقع التواصل: تظن أنك تركت الصلاة برغبتك، ولكن في الحقيقة أن الله لم يعد يحب لقائك. إذا أوهمت جبرا فتبعد. معنى تعرف أنت القدرية الذين يقولون لا قدر، والجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبر على كل شيء وليس له أي اختيار. ولهذا تفصيل إن شاء الله واسع في محله. بهذا القدر أجتزئ، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا. ختاما أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه، والإكثار من ذكره، والإكثار من شكره، والإكثار من الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الشكر سبب من أسباب صرف المصائب عنا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الحمد سبب لصرف المصائب عنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ختاما، والأخ حمادة ابن صادق يسأل نصيحة لنصارى مصر، فأقول: نصيحتنا لنصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار أن يسلموا. تعالوا نحن أنتم معشر النصارى نعبد ربا واحدا هو الله خالقنا وخالقكم، لا نقول لكم تعالوا اعبدوا آباءنا ولا أمهاتنا ولا رسولنا، إنما نحن وأنتم نعبد الله ونؤمن بالرسل كلهم. أما أن تقولوا إن المسيح هو الله حكمتم على أنفسكم بالجحيم تدخلونه أبد الآبدين لا تخرجون منها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.